بداية بحييك وبحيي كل مشاهدي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. إن شاء الله بإذن الله كالعادة تكون مباراة من نصيب النادي الأهلي، مجموع المباراتين بإذن الله يكون من نصيب النادي الأهلي ونصعد منها لدور 16. أجواء هنا إن شاء الله كلها تصب في مصلحة فريق النادي الأهلي، حالة من التركيز كالمعتاد سواء في فندق الإقامة في التدريبات، أمور كثيرة جدا هنعرفها طبعا من الكابتن عادل مصطفى مدرب فريق النادي الأهلي. كابتن عادل في البداية برحب بيك وإن شاء الله بإذن الله تكون مباراة موفقة ليكوا فنيا، قراءة فنية تكون مميزة أصلا أيضا ليكوا كمان، وأيضا كمان لعيبة النادي الأهلي تكون في المود وفي فورمة المباراة. برحب بيك طبعا وبرحب بميدو، وزي ما قلت يعني إن شاء الله في تركيز ومباراة مهمة لينا نجتاز بيها الدور ال 16 دوري مجموعات، وإن شاء الله ندي مباراة كويسة ويبقى فيها يعني نتيجة إيجابية إن شاء الله بشكل كويس. بشكل عام الجو العام هنا كابتن عادل، احنا يمكن بقالنا 48 ساعة ومباراة بكرة بإذن الله الساعة 3 المباراة، تدريب النهاردة كمان كان على الملعب الرئيسي، أرضية الملعب يعني عايزين نحط الناس في الأجواء لأن الناس بتخوف بشكل كبير جدا على أرضية الملعب يكون فيها إصابات للاعبين، الطقس، نقص الأكسجين، أمور كثيرة جدا عايزين نتكلم عليها كابتن عادل. لا الملعب يعني كالمعتاد افريقيا برضو ملعب افريقيا مش بالمستوى الموجود عندنا في مصر، اقل شويه، ولكن ده شيء متعودين عليه. كل البطولات اللي احنا اخذناها لازم بتعدي مرحله كده من مراحل بتعدي بملاعب سيئه، واذا كان حاله طقس نقص الاكسجين ده برضو عدينا عليه كتير، وكل الاجيال اللي لعبت جت في النادي الاهلي لعبت في اثيوبيا، وشيء معتاد يعني مش حاجه جديده علينا، وان شاء الله نعدي بشكل كويس. واللعيبه رجاله جدا ومركزين تركيز، احنا بنحاول ننقل يعني نزود الحماس عندهم، ولكن هم موجود، ده الحماس موجود والتركيز موجود وحاسين باهميه المباراه، وان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه، ان شاء الله في نتيجه ايجابيه. اكثر من عنصر بيدخل قائمه فريق النادي الاهلي بعد غياب خلال الفتره الماضيه، في لعيبه يمكن نقدر نقول في المراحل النهائيه خلاص في الاستشفاء او في ايضا كمان التاهيل، نشوف ازارو، علي معلول، احمد فتحي، انا عارف ان يمكن اللعيبه دي لسه راجعه من اصابه، لكن برؤيتك وخبرتك كابتن عادل هل ممكن نشوف في اللعيبه دي متواجده معانا في التشكيله الاساسيه، ولا هيبقى في حفاظ عليهم لان ارضيه الملعب والجو لسه راجعين من اصابه وممكن يكونوا على دكه البدلاء؟ لا هيبقوا موجودين طبعا على دكه البدلاء وعلى حسب احتياجنا ليهم، ان شاء الله الموجودين يقدوا بشكل كويس واللعيبه خلاص يعني تعافوا ان شاء الله بشكل كبير، وعلى حسب احتياجنا المباراه ليهم، يعني لو محتاجين حد يبقى موجود ان شاء الله يأدي بشكل كويس، واللعيبه اللي انت ذكرتهم كمان لعيبه اللي هتقولها في الفرقه ولعيبه مهمه، واكيد دورهم كبير جدا في الفرقه اذا كانوا موجودين او اذا كانوا احتياطي او اذا كانوا بره القايمه خالص، مهم انك تبقى انت كامل عناصر في مباراه زي دي، فاعتقد اكيد هيبقى ليهم دور. يعني في دوافع اكيد بالنسبه للظروف المحيطه بفريق النادي الاهلي من اصابات وغيابات بتنعكس على اللعيبه بشكل كبير، بيبقى ليها دوافع كبيره بتنعكس عليهم في الملعب كمان. كمان عايز اتكلم على اهميه هذه المباراه واهميه هذه المرحله، ان فيها تحديات كبيره جدا هذه المرحله كابتن عادل. لا بص الاصابات طبعا يعني ربنا يحفظ اللعيبه كلها، ولكن الاصابات دي بتيجي ضرر على اللعيبه ونفع اللعيبه ثانيه، في لعيبه تبقى بعيد وبتاخد الفرصه، واحنا كلنا لعبنا كده، كلنا لعبنا ان في ناس مصابه وفي ناس موقوفه وفي ايا كان يعني، وفي ناس بتاخد الفرصه وبتكمل بيها، وفي ناس ما بتبقاش بتبقى بعيده خالص وتبدا تدخل الفرقه بشكل تدريجي، وفي الاخر لما المصابين بيرجعوا انت بتستفاد، بيبقى عندك لعيب تاني جاهز، بيبقى عندك اتنين لعيبه، ولا عندك لعيب اللي كان اساسي اللي كان موجود، وعندك اللعيب اللي بقى اساسي دلوقتي، فعندك اتنين فبقى في اختيار احسن. اعتقد ممكن، انا شايف ان هي رب دارت النفع، ان الاهلي تضرر من الفتره فاتت من الاصابات، ولكن كسبت مكاسب كتيره جدا، لعيبه كتير جدا دخلت في الاجواء ودخلت بقى ليها وزنها في الفرقه وبتأدي بشكل كويس، وده برده كله الفايده للنادي الاهلي، يعني اللعيب اللي هيرجع ان شاء الله يأدي بشكل كويس، واللعيب اللي موجود دلوقتي يبقى فيه منافسه، وانت في الاول وفي الاخر تختار يعني. حسام عاشور كمان عايزين نتكلم عليه من الجهاز الفني على ما اظن، بالتاكيد هيكون يوم مليء بالاخبار، مليء بالكواليس، مليء باللقاءات ان شاء الله، وباذن الله عقب هذه المباراه تكون لنا فرحه كبيره مع الكابتن محمد يوسف المدير الفني والجهاز الفني وكافه لاعبي النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ميدو وكل نجوم الاستوديو التحليلي.